السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم فيه على منهج أولى إعدادي، هنحل مع بعض يونت 2 ليسونز 3 أند 4، ومن ده من هيبقى إن شاء الله من كتاب الأضواء جيم ومن كتاب المعاصر. هنحل طبعا الجزئية ديت في الكتابين عندنا اللي هي بيج 88 و 89، ده بالنسبة لكتاب الأضواء. وبالنسبة لكتاب المعاصر هيبقى صفحة 100 و 101. تعالوا بقى نسمي الله ونبدأ نشوف مع بعض الفيديو. بس بذكركم لسه ما انضمش لينا، الانضمام لينا عن طريق الضغط على الزرار الاحمر سبسكرايب، وكمان تفعيل رمز الجرس بالضغط عليه. وبالنسبه لصفحتنا على الفيسبوك الانجليزي اسهل مع ميس ساره سامي، متابعه واعجاب بالصفحه، وصفحه الانستجرام ساره سامي 825. تعالوا مع بعض نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو بتاعنا. بسم الله. اول سؤال بيقول لي listen and choose the correct answer from A, B, C or D. اول حاجة number one, where is your school؟ اين مدرستك؟ my school is near my house، بالقرب من منزل. number two, how do you go to school؟ انت بتروح المدرسة ازاي؟ by bike، بالدراجة. when do you arrive at your school؟ بتصل امتى؟ on time، يعني في الموعد المحدد. how is your journey to school؟ رحلتك عاملة ازاي للمدرسة؟ فبنختار healthy، يعني صحية. ليه صحية؟ لانه بيروحها بالدراجة بتاعته البايك. number two, choose the correct answer، اختار الاجابة الصحيحة from A, B, C or D. some children in Uganda go to school in a canoe. You can cross the river to the other side using a boat. تعبر النهر للجانب الآخر من النهر عن طريق استخدام القارب أو المركب. Some children in Egypt cycle to school. يقودوا الدراجة إلى المدرسة. The children in the USA. USA دي اللي احنا قلنا عليها اختصار كلمة United States of America. The children in the USA travel to school on a snowmobile. Number five, we arrived in Egypt last Friday. Cars, bikes and trains are all kinds، كلها أنواع of transport، وسائل المواصلات، that go on land، اللي بتسير على الأرض. There are lots of shops، كثير من المحلات، on the other side of the road، على الجانب الآخر من الطريق. نكمل مع بعض بقية الأسئلة. Number 8. This is Mona's apostrophe. بعدين اسبن ألم منى. Mr. Sayed is in the teacher's room. S وبعدين كما يبقى حجرة المدرسين. My cousin's dad يعني والد ابن عمي is my uncle، بيكون عمي. Number 3. Read and correct، اقرأ وصحح. The underlined words، الكلمات اللي تحتها خط. This is Ali. phone it is new، هنكتب تبقى الإجابة الصح على apostrophe s. طيب number 2 هتبقى sisters apostrophe s برضو. number 3 friends apostrophe s. number 4 mothers apostrophe والاس. طبعا ايه جزئية الباراجراف دي ان شاء الله هنكتبها مع بعض مع الباراجراف اللي موجود برضو في كتاب المعاصر. طيب دلوقتي نبدأ، خلصنا كده الأسئلة اللي موجودة في كتاب الأضواء. تعالوا نشوف الأسئلة اللي معانا في كتاب المعاصر، وان شاء الله الباراجرافات هتبقى في فيديو مخصوص لوحدها بإذن الله قريبا. طيب تعالوا نشوف أول سؤال عندي برضو، هنعمل برضو الاكسرسايز التدريبات اللي على lessons 3 and 4. طيب بتقول لنا ايه التدريبات دي؟ listen sorry listen and choose، اسمع and اختار the correct answer، إجابة صحيحة from A, B, C or D. number one, my school is far from، بعيدة عن. ليه اخترنا far؟ عشان بيجي دايما مع حرف الجر from. number two, I cycle to school every morning، أنا بقود الدراجة بتاعتي للمدرسة كل صباح. number three, I arrive at my school on time، أنا بذهب أو بصل إلى المدرسة بتاعتي في الوقت المحدد. It's healthy to go to school by bike، من الصحي انك تذهب بالدراجة للمدرسة. السؤال الثاني، choose the correct answer from A, B, C or D، اختار الإجابة الصحيحة. number one, that red car، السيارة الحمراء، in the street is Tom's car، دي خاصة بمين؟ واحد اسمه توم. number two, Mrs. Mona is Sarah's mother، هي أم سارة. we always listen to the teacher carefully، بنستمع للمدرس بحرص وباهتمام. A canoe is one of the forms of transport، هي واحدة من أي وسائل المواصلات.
نمبر 5 زمان واش ذا دكتورز كار، الراجل غسل سيارة الدكتور. دينجرس خطير، از ذا اوبوزيت اوف، هي كلمة عكس سيف آمن. وي وودنت فورجيت اور سكول اوبجكتس، احنا ما انسناش اهداف المدرسة. طيب بنكمل مع بعض أسئلة. السؤال نمبر 8، اي هوب يو هاف ا سيف جيرني، اتمنى ان يكون عندك رحلة آمنة او لديك رحلة آمنة. 9. You shouldn't say unkind things. يجب أنت ما تقولش كلمات وحشة to other students، للطلاب الآخرين. Number 10. The piano takes the children، بتاخد الأطفال to school، للمدرسة، and home، والمنزل، again، مرة أخرى، every day، كل يوم. السؤال Number 3. Read and correct، اقرأ وصحح the underlined words، الكلمات اللي تحتها خط. These are رؤية سوكس، هتبقى طبعا رؤية apostrophe s، كمبيوتر هيبقى من غير الابوستروف اس، منز هتبقى ابوستروف اس، وطبعا ذا بايك بلونجز تو علي، بتخص علي. الباراجراف برضو اللي معانا هنا في كتاب المعاصر بيتكلم على سكول رولز، ده ان شاء الله برضو هنجمعه مع الباراجراف اللي بكتاب الاضواء ونعملهم في حلقة فيديو مفصلة لوحدها. طيب تعالوا كده اسيبكم بقى مع الاجابات اللي احنا عملناها دلوقتي، لحظات ودمتم في امان الله. هنبدأ نسيبكم لحظات مع كتاب المعاصر وبعدين ننتقل للإجابات بتاع كتاب جيم، لحظات أترككم معه. ننتقل للأسئلة اللي كانت في كتاب الأضواء اللي شرحناها دلوقتي.